حقول معرفية عديدة وموضوعات واسعة متنوعة تتوزع على مئات العناوين في معرض أقامه المركز الثقافي في مدينة السلامية، حيث تصدر المعرض مجموعة من كتب الأدب والروايات التي صدرت حديثا وكل ما يهم الشباب والقراء بشكل عام. هذا المعرض بشكل سنوي تقيم وزارة الثقافة، بيتضمن مجموعة كبيرة من الكتب اللي هي سياسية اجتماعية حتى للمسرح للأطفال. بتمنى أنه دائما يكون في عنا رواد من كافة الفئات للمركز الثقافي العربي في سلامية. طبعا نحن موجودين حاليا بالمركز الثقافي بمدينة سلمية في معرض لكتب قيمة تم عرضها حاليا، كتب سياسية، كتب أدبية، كتب قصص، حتى كتب أطفال. في عليها خصم حوالي 60% من قيمة هذه الكتب. طبعا بنتمنى نحن انه من كل الناس يتوجهوا إلى هذا المعرض. وانه جيت على المعرض وفي كتير انه كتب رائعة وحلوة وقيمة وللأطفال وللكبار، ومنشجع كل انه الناس تجي وتتفضل. وبحسب القائمين على المعرض والزوار فإنه يكتسب الأهمية كبيرة لتناوله جوانب متعددة من الثقافة التي تسهم في تعزيز القراءة الورقية وصولا إلى تحفيز نسبة أكبر من المجتمع للاندفاع نحو القراءة. للأخبارية السورية محي الدين فهد.